يعني ما يخاف كل الماي مثل ما صارنا بموضوع عصام شرف الدين. هلا صار الرئيس عون بخار. موضوع عصام شرف الدين فضيحه، فضيحه فعليه اذا بتعرفي شو صار. بعرف شو صار، ما كان قاعد هون الوزير شرف الدين معي. قال لك انه تواصلوا معه من السفاره الامريكيه وقالوا له بدك تطلع من موضوع. تواصلوا. قال لي انه الرئيس مئاتي قال له هذا الكلام. لا تواصلوا معه بالتشارك الغير مباشر السفارة الأمريكية. أي تواصلوا معه بس ما قال إنه قالوا له طلع من الموضوع. قالوا له طلع من الموضوع، ما رح يمشي موضوع عودة النازحين لأنه بكل صراحة هذا سيستعمل في أي حرب قادمة في لبنان. موضوع النازحين ما قالون شغل هني، مش هيك قاعدين بلبنان لأنه مبسوطين فيهم وعم يعطوهم مصاري. هذا كلام كتير كبير بقى. لا إيه رح يستعملوا بأي، شو مين رح يستعمل بأي حرب ضد المقاومة فكرك بلبنان يعني؟ احنا رايحين على هيك مشهد؟ ممكن ممكن ما بتعرفي يعني اليوم بس هيدا اللي عم يتخطط له؟ عم بتقول بقاؤهم هو اللي يستعمله؟ استبعدي، ليش عم تتحلل الدولة؟ ليش عم تنضرب المؤسسات الأمنية؟ ليش عم تنضرب المؤسسات الصحية؟ ليش أنت اليوم الناس كلها على أبواب المستشفيات؟ مين فيوت وفوت على باب المستشفيات؟ ليش هذا التحريض كله على الوضع؟ هذا التحريض كله هذا بوصل. طب هذا اللي صار بصير ما هي جزء من التمهيد للحروب، ما هيك بلشت بال75، ما هي بال75 بلشت من ال69 القصة هيك تصير الفوضى. من وقت ما انتشرت المقاومة بالعرقوب وبلشوا وبلشوا من طلطوا بالمقاومة الفلسطينية يفوتوا على بيروت الغربية لهون يسرقوا محلات يدهموا محلات مشان يعني هيك صارت يعني فلسطين لبنانية. أنا بذكر كنت ولد يعني إخوتي كان عنده سوبر ماركت هون حدكم بوطن المصايد بي، كانوا ليلية إخوتي ولاد عمي ولاد عمتي يحرسوا السوبر ماركت لأن كل ليلة في تشليحة. وهلأ في ناس عم تحرس. طيب ما بقلك ما بقلك أنا نفس الخبرية صارت، ما نفس المشهد عم بيتكرر. بس النازحين سيكونون هن الوقود، ما بدنا نسمي نازحين يعني أكيد. استغلال بعض من هم يعني في هذا الإطار رح يصير هيك؟ لا أكيد بدوا يحاولوا يستغلوا. طب إذا النازحين طب وإذا هين احنا عارفين هيك ليش تركين النازحين على الأراضي اللبنانية اللي بيندين ساعتها السلطة اللي مخليتهم ممنوع يرجعوهم؟ ليه ممنوع؟ لأن في قرار أمريكي يا كل اللي وقف جميل السيد كان ممنوع يرجعوا النازحين العراقيين ورجعوهم وقتها لأنه في قرار أمريكي ممنوع يرجعوا. شو واضح القصة شو يعني مش مبين ولا يوجد بهالبلد من يجرؤ أقله إذا هالقد شيء كتير كبير عم نحكي بفتنة لما أخونا نجيب ميقاتي صار بده يناقر عصام شرف الدين لما اعترض على الفكرة والسفارة الأمريكية اللي حكت مع عصام حكت مع نجيب يعني هو نجيب ما عرف أنه حكيم مع عصام فكر أنه يعني أخذها على التقريق والمزح مع عصام صار بده يستلمه للزلمي بالموضوع فطلعت القصة أنه لا هذا واحد عم يحكي ضميره الزلمي وده خايفين على مصريات وشو يعني هاي القصة طلعت رئيس مئات خايفين على مصريته عشو لكن بخوفوا الأمريكيين على مصريته برا يعني أكيد بشو بخوفوا إذا عمل أي خلل موظف درجة 100 بوزارة الخزانة بيشطب له كل شيء. نحن مضطرين نجيبهم رؤساء حكومة ورؤساء جمهورية. أنا لا أنا رأيي بدي أجيب رئيس جمهورية ورئيس حكومي أول شيء ما عنده حسابات برا وما عنده شغل برا أو ما بيمشي الحال. بدك تجيبيه واحد متحرر من كل هذا الارتهان. متحرر من الارتهان اولا لايران حتى ما يقولوا انه بدنا لا اولا لايران واولا لسوريا وثانيا للسعوديه وثالثا لامريكا سمي لي حدا هيك بالبلد في كثير ناس مين لا شو في ناس انه لا مين شو يعني اسم واحد ما زال في كثير ليش بدي اظلم الناس ما تظلم معه. بالعكس عم تعطيه بروفايل انه متحرر عم تفيده لا ليش بدي اظلم الاخرين يعني انا لا سمي انا لانه عم بقول لك سمي لي اسم ما عم بقول لك سمي لي الف اسم واحد تنشوف هالبروفايل مين هو انا سميت واحد المفلس في القافله امين امين رحمه مفلس عم تتبلى عليه لا استاذ ليه لانك عم تتبلى عليه ليه ما بعرف خليهم يجيبوك انه نايب ادم او ازعر ما قبلوا يحطوه على الليسته نايب ادمي ادمي او ازعر لا شو انا بدي صنف لا. العالم ادمي او انت انا ما بصنف الناس شغلتي اساسا انا المفروض اسال طب سمعي 8 سنين بمجلس النواب سمعتي عنه مد ايده على شيء لا ما فيدي انا صنف الناس اكيد بس اسالك سؤال الشيعة بحبوا السنة ما بيكرهوا الموارنة عنده مشكلة شخصية مع سمير جعجع لازم سمير جعجع يحلها مش هو لازم يحلها لازم سمير جعجع يطلع من على العقدة عرفتي كيف وكل الناس الباقي شو المشكلة يعني زلمة شو وين المشكلة يعني
هلق ايه يعني انه مثلا ايميل مش 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 جمع له 5000 جمجمه مقتلهم، انه اذا لازم تقتل 5000 تعمل رئيس مش راح يعملها الزلمه، بقى ما عملهاش باول حياته. اذا انه معوش مليار دولار تنحترمه، لا بدنا نحترمه على اخلاقه، بدناش نحترمه على مصرياته. يعني اليوم بس تحترميه على المليار دولار، بس يخسر المليار دولار بيعرفش حدا يجيب سيرته مثل ما صاب غيره. لا بس بهيدا المنطق اليوم اذا حدا بده يرشح استاذ امير رحمه مثلا كان اقله بيعطي دعم بالسياسه، يعني مش بيخفي من المشهد. لا مش هيدا اللي صار؟ لا هو ما ترشح على الانتخابات لانه ما قبلوا يرشحوه. لا هو ما اختار انه ما يترشح. هو اختار ذلك؟ لانه ما عنده ال 20,000 صوت التفضيلي اللي بأهله يعمل نايب. احترم نفسه قاعد على جنب ما بده. بس هيدي القصه منا مقياس، يعني ما هو كان اخذ بانتخابات 2009 على القانون الماضي اكبر عدد ناخذين بلبنان، يعني ما منا مقياس هالقصه. بس انه عم بسالك انا، يعني في كثير مثل ايميل يعني اوادم ما عندهم ارتباطات. رح يصير في انتخابات رئاسيه